السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثاني المندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الثانية مجال الحياة المدرسية، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. قبل قراءة النص نلاحظ الصورة. إذا ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ في الصورة تلاميذ داخل الفصل الدراسي وآخرون في ساحة المدرسة قادمون من القرية وهم يحملون محافظهم. إذا نلاحظ في الصورة تلاميذ داخل الفصل الدراسي وآخرون في ساحة المدرسة قادمون وهم يحملون محافظهم من القرية. لماذا يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ إذا يذهب الأطفال إلى المدرسة لينهلوا العلم والمعرفة. يذهب الأطفال إلى المدرسة لينهلوا العلم والمعرفة. نقرأ النص. مدرستي تطل مدرستي على بيوت قريتي الجميلة. مدرستي من طين، حجراتها متواضعة، نوافذها تنفتح على الفضاء الجميل. أحضر إلى مدرستي ماشيا غير مبال بقصف حر أو قدر أو مطر ومطر، كما لا تمنعني الطريق غير المعبدة في فصل الشتاء من الحضور إلى مدرستي. أتأبر كتبي وأسعى إلى حيث أتعلم النظام والسرعة واحترام الزمن. معلم حريص على حضورنا في الوقت ودخول القسم بنظام والانصراف منه بهدوء وانضباط. إذا معجم مساعد. الطفل حذر من الكلب معنى خائف. الطفل يتأبط كتبه، يضع كتبه تحت إبطه. الطفل يسعى إلى المدرسة. الطفل يذهب ويتوجه إلى المدرسة. أغني معجمي. أقرأ وأتمم الشبكة. إذا شفت مفردات الشتاء، لدينا الرعد، الغيوم، السماء، المطر، البرق، الغيوم، الثلج. إذا الشتاء، الرعد، السماء، المطر، الثلج، الغيوم، البرق. أقرأ وأشطب الكلمات التي تكررت في كل مجموعة. إذا الكلمات التي تتكرر في كل مجموعة، إذا لدينا مكتبة، كتب، كاتب، كتاب، مكتب، كاتب. إذا كاتب تكررت مرتين. سنقوم بشطب كلمة كاتب. أيضا مكتبة تكررت مرتين، سنشطب الثانية. انضبط، انضباط، ينضبط، ضابط، انضبط. كلمة انضبط تكررت وكلمة انضباط أيضا تكررت. إذا أفهم على ماذا تطل المدرسة. إذا تطل مدرستي على بيوت قريتي الجميلة. إذا تطل المدرسة على بيوت القرية الجميلة. تطل المدرسة على بيوت القرية الجميلة. كيف يحضر الطفل إلى المدرسة؟ كيف يحضر الطفل إلى المدرسة؟ إلى مدرستي ماشيا.
يحضر الطالب إلى المدرسة ماشيا. ماذا يتعلم الطفل في المدرسة؟ وأسعى إلى حيث أتعلم النظام والصبر واحترام الزمن. يتعلم الطفل في المدرسة النظام والصبر واحترام الزمن. يتعلم الطفل في المدرسة النظام والصبر واحترام الزمن. استبدل الكلمات الملونة بكلمات من النص وأقرأ. أبو إلى حيث تعلم النظام في الفقرة الأخيرة ثانية. سعى إلى حيث أتعلم النظام والصبر. إذا نستبدل كلمة أذهب بكلمة سعى. إذا أسعى. محترسين من برد أو مطر. غير محترسين من برد أو مطر. لن أحضر مدرستي ماشيا غير بقسوة حر أو حذر من برد أو مطر. إذا حذر. لن غير حذر من برد أو مطر. إذا أسعى إلى حيث أتعلم النظام غير حذر من برد أو مطر. إذا كلمة أذهب أستبدلها بأسعى، وكلمة محترس أستبدلها